عليكم. معكم دكتور مصطفى شقدر، تخصص امراض الدماغ والاعصاب بمدينه اكادير. اليوم اخترت ندير واحد لا فيديو على شلل الوجه النصفي، ولا شلل الوجه المحيطي، ولا شلل العصب السابع، ولا بالفرنسيه لا باراليزي فاسيال، اللي هو عباره عن ضعف او شلل اللي كيصيب عضله الوجه مما يؤدي الى فقدان حركه الوجه. بالنسبه لهذا المشكل هذا فهو مشكل اللي شائع بواحد الشكل كبير، كنشوفوه تقريبا كل نهار، كان كيصيب تقريبا واحد 25 حالة باغمي 100,000 نسمة، فمشكل اللي هو كثير بزاف. ومن الممكن انه يصيب اي شخص كما كان العمر ديالو، واخا كنلاحظوا انه كيصيب بواحد الشكل كبير الناس اللي عندهم مشكل ديال المناعة، كيصيب النساء الحوامل، كيصيب الاشخاص المصابين بمرض السكري، بالاضافة للاشخاص اللي عندهم بعض الانواع ديال الانفلونزا. بالنسبة للاعراض ديال هذا الشلل ديال العصب السابع ولا باراليزي فاسيال، اول حاجة كيكون عدم القدرة على رفع الحاجب وعلى اغلاق الجفن، وهذا عدم اغلاق الجفن كيؤدي الى مشاكل تعفنية، بالإضافة إلى تجفف ديال العين. كيكون واحد الضعف ديال حركة الوجه، كيكون غالبا في نصف ديال الوجه، كيكونوا حالات اللي كيكونوا الجهات بجوج ولكن كتبقى قليلة مقارنة بالحالات اللي كتكون في واحد النصف ديال الوجه، كيكون واحد ضعف التحكم في حركة الشفتين. هذا كيؤدي إلى صعوبة الكلام وصعوبة النطق، بعض المرات صعوبة الأكل والشرب، حيث كيكون صعوبة ديال البلع اتسيتيرا. كيكون بعض الحالات ضعف ديال حالة التذوق في بعض الاحيان، بالاضافه الى ميلان ديال الوجه. هذا الميلان ديال الوجه فهو واحد لوسين كاركتيرستيك، واحد الحاجه اللي كثيره بزاف كتكون كتظهر بزاف عند محاوله الابتسام، ملي كيكون المريض كيتكلم ولا كيبتسم كتبان انه كاين واحد الجهه كتزر، الجهه اون جينيرال الجهه الصحيحه كتزر الوجه لهذيك اللي عندها، الوغ الجهه المريضه كتكون مرخيه ومتدليه. بالنسبه للاسباب ديال هذا المشكل هذا فهي اسباب متعدده، على راسها كيجيو الالتهابات والتعفنات الفيروسيه اللي كتخص هذاك العصب السابع ولا لونير فاسيال. بالاضافه لهذه الاسباب هذو كاين الامراض ديال الاذن، وتهي اغلبيه الحالات كتكون حالات اللي هي تعفنيه. كاين بعض الاصابات ديال البرد والتعرض لتيارات هوائيه بارده. كاينين بعض الامراض الالتهابيه ديال الجهاز العصبي، بالاضافه الى بعض انواع ديال السكتات الدماغيه. هادو كلهم كيكونوا من الاسباب اللي كيعطيو هذا الشيء، بالاضافه الى نقص المناعه عند بعض الحالات ديال الامراض السكري اتسيتيرا. بالنسبه للتشخيص ديال هذا المشكل ديال شلل الوجه النصفي، فهو كيعتمد اساسا على الفحص السريري، كيكون واحد الفحص بدني كامل اللي خلاله الطبيب كيقلب على مجموعه ديال المعطيات اللي كيمكنوا انه يشوف واش هذاك السبب ديالو، واش مشكل تعفني، مشكل ديال الفيروسات، ولا اسباب اخرى. في بعض الحالات اللي كتبقى قليله كيقدر الطبيب انه يطلب مثلا سكانر ديال الراس، ولا الفحص براني المغناطيسي او اليرام، وبعض الحالات كنطلبوا بعض التحليلات ديال الدم، بالاضافه الى التخطيط الكهربائي ديال العصب السابع. وهذا هو بالنسبه للوسائل ديال التشخيص. بالنسبه للعلاج الحاجه اللي مهمه بالنسبه للعلاج هو انه كيخصو يكون مبكر، باش ما كان العلاج مبكر في بدايه الاعراض ديال المرض، تيكون نسبه الشفاء كتكون كبر من اننا لا تنينا مثلا واحد 10 ايام ولا 20 يوم ولا شهر، ففرص ديال الشفاء تيكونوا اقل من اننا الا بدينا الدواء بواحد الشكل اللي هو مبكر. بالنسبه للوسائل العلاجيه كاين مجموعه الوسائل، اهمها كاين بعض الادويه اللي مضاده للالتهاب اللي كتنقص لنا من داك الالتهاب ديال العصب السابع، بالاضافه الى بعض الادويه اللي هي اباز دو فيتامين، كيكونوا بعض الفيتامينات اللي كيسهلوا لا ريكوبيراسيون ولا استرجاع الوظيفي ديال العصب السابع. كاين بعض القطارات ديال العين اللي كنخدموا بهم، حيت الهدف هو ان بحال عباره عن دموع اصطناعيه اللي كتمكن انك ترطب العين وكتمنع هذوك الاجتفاف اللي تيكون، اللي هو ناجم عن عدم اغلاق الجفن. والمرضى كنصحوهم بالليل انهم تيغطيو هذيك العين اللي ما كتسدش، كيديروا دي كومبريس باش انها كيسدوها لتفادي هذاك المشكل ديال التجفف ديال العين. كاين واحد الحاجه اخرى مهمه كنعتمدوا عليها، اللي هي العلاج الطبيعي اللي كيساعد اننا كنسترجعوا الحركه بسرعه ديال العصب السابع. دونك هذا الشيء هو اللي كاين بابور شلل الوجه النصفي. والسلام عليكم.